مساء الخير، مع قناتكم قناة الملكة والأمير. لو أول مرة تشوفنا وتتابعنا، إحنا قناة مسيحية ودايما بنقول الحقائق، وقناة محايدة نتكلم عن ما هو الحق. أريد أن أتحدث اليوم عن موضوع كتبه أو مقال كتبه سامح عسكر، ويقال أن الفقه التراثي يقول بأن المسلم لو قتل مسيحيا عمدا لا يقتص منه، وهذا سببا في قتل مسيحيين ويهود بمصر. ماذا يريدون؟ عايزين ايه؟ عايزين فتنة؟ عايزين دمار للبلد أكتر ما احنا متدمرين؟ بيقول الكاتب الليبرالي والباحث سامح عسكر: هل تعلم أن الفقه التراثي يقول بأن المسلم لو قتل مسيحيا عمدا لا يقتص منه؟ بل بغير ذلك، يقول أن الحديث في صحيح البخاري عن الإمام علي ابن أبو طالب أن الله قد حكم بأن لا يقتل مسلم بكافر، وجعل هذا في السنة، وأن هذا الحكم جاء مما جاء به الوحي ولم يدون، فجاز أن يقتل المسلم غيره وهو آمن من القصاص. هذا الحديث كان سببا في تشريع العمليات الإرهابية لقتل المسيحيين واليهود بمصر، وسبب آخر للفتن الطائفية بعدة بلدان، وكان يفتي فيها الشيوخ أن قتل الكفار ليس جزاءه الموت، وفتوى الشيوخ أن الحديث هو وحي من الله، وضع هذا الحكم بمرتبة الوحي بل يفوق أحيانا من حيث الأولوية. وسياق الحديث عن مساواة دم المؤمنين ببعضهم عربا وعجما، فقبله الشيوخ من هذا الباب بدعوى أنه يدعو للمساواة وعدم التفريق، ولكن كان هنا الصمت عن تمييز دم المؤمنين عن غيرهم. ويجوز ظلم وقتل غير المسلمين دون رادع، بل زادوا أن هذا الحكم هو حكم إلهي وراسه الصحابة ولكنه لم يدون. ولربما يكون هذا الكلام غير صحيح، وعندما نقول أن نقد الموروث فلهذا السبب أن يجرى فهم الكتب المقدسة بعيدا عن شروح وإضافات البشر، وأن سياق آياتها لو جرى فهمها بعيدا عن تدخلات وأعراف الناس قديما سنرى مقصود النص بوضوح، وأن آيات الحرب كانت محدودة بزمان ومكان لم يعد موجودا. المسلمون مطالبون بالنظر في تاريخهم وتراثهم، فعبادة الله أشرف من هذا الظلم المنسوب إليه. أخوتي وأحبتي أحبائي الأعزاء، نحن لا نكره أخوتنا أبدا المسلمين، بل نعطيهم كل الحب، لأننا إخوة واحدة من أب واحد وأم واحد، أبونا آدم وأمنا حواء. ومهما من حاول الكثير والكثير أن يفرق بيننا وأن يجعل بيننا البغيضة وأن يجعل بيننا الكره، لن يستطيع أحد أن يفرق بيننا. إننا إخوة منذ آلاف السنين، وسنفضل إخوة إلى مدى الدهر، حتى يشاء الله أن يأتي يوم القيامة ونكون والله يحاسبنا على قدر أخطائنا. الله هو العليم الحقيقي الذي يعرف كل إنسان، ومن ليس لهم دين
فهم ناموس أنفسهم. أحبائي، نحن لا نستطيع أن نحاسب أحد أو نخطئ بأحد. الله أحبنا وطلبنا وقال: أحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم. أحبائي وأعزائي، المسيحية هي الحب، هي العطاء، هي البذل، هي التضحية. المسيح بذل نفسه، الآب بذل ابنه الوحيد من أجلنا. أشكركم، ولا نستطيع أن نسمع من أي أحد كلام مثير، بل نصلي من أجل مصرنا الحبيبة، ومن أجل رئيسنا عبد الفتاح السيسي، ومن أجل البابا تودروس بابا بطريرك الكرازة المرقصية، ونصلي من أجله أن يشفيه الله من هذا المرض العصب السابع. نشكر أبونا وحبيبنا البابا تودروس على كل مجهوداته وكل حب وعطاءه من أجلنا نحن. أحبائي وأعزائي، لا تنسوا أبدا أننا إخوة، ومهما قال السفهاء أو الحمقاء فنحن نكون إخوة إلى مدى الدهر. أشكركم على محبتكم، يا رب لو عجبكم الفيديو أتمنى أن تشتركوا بالقناة. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، يا رب تكونوا دايما بخير وسعادة، وكل دايما سعيد ومبسوط. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، مع قناتكم قناة الملكة والأمير، القناة التي تعشق كل محبيها. كما أطلب منكم تعليقاتكم الجميلة سواء كانت إيجابية أو سلبية، فإن عطائكم للقناة أو مشاهدتكم للقناة هذا شرف لي وشرف لكل مواطن مصري. أشكركم أحبائي وأعزائي، وأتمنى الخير لكل إخوتنا المسلمين، وأن يجعل أيامهم كلها سعادة وهناء، وأن يجعل الله الحب دائما بينهم وبيننا، وأن يجعل دائما السلام يعم، وأن يرفع عنا الغلاء والوباء. يا رب ابسط يديك علينا يا ربي، وارفع عننا كل مرض، اشفينا. خلي بالك من أولادك اللي بالثانوية العامة، حافظ على شعبك يا ربي، رخص يا رب الحاجة. احنا يا ربي محتاجين انك تكون جنبنا دايما، محتاجين يا ربي انك تكون قد الدنيا كلها وتغطي علينا يا رب، لانك انت اكبر من العالم كله يا رب. والحقيقة نقول لك يا رب ايها الواحد الاحد، نشكرك على محبتك.